الجديد هو هادشي اللي كتشوفوا اليوم، كنصوروا فيلم تلفزيوني للقناة الثانية. الاسم ديال الفيلم نهار الكبير، هذا الاسم قبل التصوير. نشوفوا واش غادي يتبدل ولا لا، وما كنعرفوش. هشام العسري هو المخرج وايضا كاتب السيناريو. كاين ضربه في الراس داز في الافتتاح ديال المهرجان بطنجة. المهم وصلونا احنا الاصداء زوينه بانه الفيلم عجب الجمهور. ضروري احنا ولينا فحال الشبكيه. ضروري رمضان ان شاء الله احنا كنوجدوا ايضا القناه الثانيه ونفس لا بواد دو برودكسيون مع نجاة قبي وخالد نقري، الاخراج ديال دريس الروخ، واظن بانه نفس العناصر اللي كانوا في لوبرج، ولكن ماشي الجزء الثاني ديال لوبرج، اذا قصه واحده اخرى وحوايج واحده اخرى. ان شاء الله كنتمنوا انه يعجبوا الجمهور. مسرح سالينا وقيل واحد المسرحيه كنا درناها سميتها ميعادنا للعشاء، الاخراج ديال هشام جباري والممثله اللي معايا دنيا بوطازو، تلقات واحد النجاح. ولكن ما نساوش بان ديك المسرحيه الوحيده اللي بقات تقريبا من شي 5 سنين ولا، يعني مسرحيه ذكريات جميله خلات لينا حنايا كممثلين. ضروري كتكون هذيك الخلعه، ولكن واخا تكون داير ايضا مسلسل جربتها ماشي غير سيدكم، واخا تكون مسلسل واخا تكون فيلم سينمائي، ضروري من ديك لوتراك الاولاني اللي كتشوف كيفاش غادي، واش غادي يلقى اقبال، واش غادي يعجب الجمهور ولا لا. حنا كندوزو رمضان ماشي فحال الناس، حنا ما كنخرجوش الايام الاولى ديال رمضان حتى نسمعوا الاخبار وشنو واش عاجب الناس ولا ما عاجبهمش. في مائده الافطار كنفطر انا وليداتي ومراتي وداك الشيء، هما اللي كنطلب منهم دابا اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو كنقول لهم سمحوا لي بزاف، حيت كن ديما كنتصنتوا كنتفرجوا وكنطلب منهم زعما الراي ديالهم، ايضا كيشاركوا معايا هذيك اللحظات وكيعرفوها بانها صعيبه شويه، كنقول لهم سمحوا لي من هذا من عندكم من 360. كاين سيدكم غادي نكونوا فيه، كاين حتى دنيا بوطازوت في الكاستينغ، كاين كاديمي كمال هو العنصر الجديد اللي جا، وكاينين كاينين بزاف ديال المفاجآت ان شاء الله على حسب السيناريوهات اللي طاحوا. ضروري ما انه لا كان شي حاجة غادي تجمعنا وغادي تضيف شي حاجة زوينة لذاك الشيء اللي كان، ضروري نكونوا انا ودنيا، ولكن على حسب المخرج، ماشي حنا اللي كنصيبوا ولا حنا اللي كنقولوا اتيان غادي نخدم مع هذاك فلان غادي نخدم مع ديك فلانة. كيتعطاك السيناريو كتقراه وكتشوف الممثلين اللي معاك وكيتونجاجا سي تو. لا بالعكس هي كتباع كيعجبها الحال. نعاود لكم واحد الحويجه، كنا جالس انا ومراتي ووليداتي اللورد وكل هادي ما كيبانوش، دونك جايين ما عقلش واش من طنجه غادي نخلص البياج، وديك السيده اللي كتخلص من عندي قالت لي واش هذيك المراه اللي في التلفزيون مراتك؟ قلت لها اه هذيك مراتي وهذه صاحبتي، وهي حتى هي ما قالت والو مراتي شنو غادي تقول، ما داكشي كنعيشوه يوميا، ولكن كاينين الناس اللي كيتفهموا والحمد لله، لانه هذاك اللي كيسولك كتلقاه في وجهه ولا شي في عينيه ولا الضحكه اللي كيضحك معك بانه راه خلى واحد الصدى زوين. يعني الثنائي ديالنا انا وياها فاش كنا مثلنا ياك حنا جيران والمسرحيه ومثلنا عاوتاني بزاف ديال الاعمال مجموعين، يعني كتلقى الجمهور عاجبو الحال وهذا هو اللي مهم حنا عندنا. ما كاينش كلشي فحال فحال عندي انا بالنسبه ليا، ما كاينش داكشي ديال المسرح الشمعه، انا فنان مثل الشمعه تحترق من اجل الجمهور، لا ما عنديش الخدمه 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 الخدمه. حنا الممثلين ما ننساوش نفوسنا بانه فحال كتبنا شي عماره، ديك العماره كاين مهندس ديالها وكاينين حنا، غادي نكونوا مكلفين بالدجاج لا مكلفين بالعود. يعني راك تشوف فيلم تلفزيوني ولا فيلم سينمائي ولا حتى المسرح، راه كاين بزاف ديال التكنيسيان وبزاف بزاف ديال الناس اللي كيشتغلوا على هذاك، هما اللي كنوجه لهم تحيه وما كيبانوش، هما اللي كنوجه لهم تحيه من عند 360. لا لا ما كنفكر، لا لا ما كنفكرش حاليا حتى شي حاجه واحده اخرى، كنقرا سيناريو نخدمو مزيان وندخل نشتغل في اما سينما واما تلفزيون، هادشي اللي شاغلني دابا حاليا. بحال دابا حاليا السينما المغربيه كنشوفو دائما كاينين جوج ولا ثلاثه الافلام في العام كيكونوا
مزيانين بزاف وكيقدروا يخرجوا يشاركوا في مهرجانات كبرى. الحمد لله يعني السينما ديالنا حاليا بخير وعلى خير، حتى في فرنسا حتى في الدول اللي عندهم سينما حق كيكون عندهم ثلاثة ولا أربعة ديال الأفلام مزيانين. هما شنو عندهم؟ عندهم كثرة الإنتاج، وهذاك هو اللي خصنا حنا يعني يكونوا أفلام مزيان يكون فيهم الخيب وتماك غادي تاخذ يعني نفكروا ايجابيا احسن، نبقاو نديروا افلام سينمائيه. فحال هكا غادي يكثروا عندنا لي سال، كيقول لك لا ما عنديش انا، لا ما كاينش لا سال فين نعرض الفيلم ديالي. مي فاش يكون افلام مزيانه اللي كتقدر تعمر لي سال كومسا الناس اللي غادي يوليو يطالبوا بانهم تكون هناك قاعات باش يتفرجوا في اعمال جيده. هذاك زعما كنتمنى دائما انه مثلا تاخذ احسن ممثل في شي مهرجان من المهرجانات، هذاك الطموح ديالي زعما. ولكن الوسام شكل وحده اخر احسن واحسن. قلت لك الركض ما تقسيش بيا الركض والله. فين ما كان فين ما كنكون معصب شويه كنحاول نجري شويه، وجري كنصح به زعما سيغتو الامهات.